الإنسان ضعيف بطبعه ولا يدري أين المصلحة تكمن، والله عز وجل له الحكمة البالغة وهو أرحم بعباده من رحمتهم بأنفسهم، حتى قال بعض العارفين: لو خيرت من يحاسبني، الله أم الوالدي، لاخترت الله، لأن الله أرحم بي من والدي. فالإنسان إذا عصى الله عز وجل فإنه ليس لزاما أن يعاقبه الله، يفتح الله عز وجل له باب التوبة. وكم من ذنوب أحدثت في بعض القلوب أثرا حميدا حتى عاد أصحابها أفضل مما كانوا.